بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، تأليف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في هذه المسائل، نريد أن نبين نبذة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته، لأن كثيراً من الناس يجهلون حقيقة هذا الشيخ ويجهلون حقيقة دعوته، أو أنهم يعرفونه ويعرفون دعوته، ولكن الحقد والحسد وحب البقاء على ما كان عليه من المخالفات يحمله على أن يتجاهل حق هذا الإمام. لقد قرأنا لبعضهم ممن هم محسوبون على الدعوة والعلم من يقول إن محمد بن عبد الوهاب جاهل وإنه مقلد، يعني لا ميزة له، يريد بذلك أن يقلل من شأنه، يقول إنه جاهل وإنه مقلد إلى آخر ما يصفونه به. والبعض الآخر يتهمه باتهامات لأنه يريد الملك ويريد الرئاسة، حتى قال بعضهم إنه يريد أن يدعي النبوة، ولكنه لما رأى الناس لا يقبلون منه ذلك لم يظهر هذه النية، حتى صاروا يعلمون ما في القلوب، إلى غير ذلك من الاتهامات والأكاذيب التي سبق لكل الدعاة أن ألصقت بهم، حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ألصق به ما ألصق من الاتهامات، أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه وأنه، قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام. قيل فيهم أقوال كثيرة من قبل أعداء الدين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في بلاد نجد في قرية العيينة، مقر آبائه وأجداده، وكانت بلداً مزدهراً بأمور الدنيا والزراعة، وكان فيها نهضة علمية من ناحية الفقه، كان فيها مدرسة علمية حنبلية، يقوم عليها آباؤه وأجداده وتلاميذه. ولد عام 1115 للهجرة، فتربى في بيت والده وأعمامه، بيت العلم والفقه،
ودرس على علماء العيينة خصوصا على والده عبد الوهاب، وأخذ الفقه، إلا أنه لم يكن ينحى منحى طلبة العلم في وقته الذين يهتمون بالفقه فقط وأقوال المذهب والروايات وإلى آخره. نعم كان يهتم بالفقه ولكن يركز على الدليل من صغره، وكان يطالع كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وتلاميذهم. وكان ينظر إلى واقع الناس في بلده وفي غيره، في بلاد نجد عموما، وما هم فيه من الجهل والشركيات والعادات المذمومة والعادات القبلية المخالفة للإسلام، بينما كان العلماء وفقهاء بلاد نجد لا يهتمون بهذا الأمر، وإنما اهتمامهم بدراسة الفقه ورواياته. وكانوا يسافرون إلى الشام يتلمذون على الحنابلة في الشام وفي فلسطين، فهم من الناحية الفقهية أئمة، لكن من ناحية الاهتمام بالعقيدة هم لا يعيرون لذلك اهتماما، أو لا يعيرون اهتماما كثيرا، وإنما هم على ما عليه غيرهم من عقائد المتكلمين من أشاعرة وغيرهم. ولا يهمهم اختلال العقيدة، فكانت البلاد فيها جاهلية كثيرة من ناحية العقيدة، كان فيها قبورية، كانت فيها قبور يطاف بها، كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في حرب اليمامة بقتال مسيلمة ودفن في بلد الجبيلة معروفة، فصار على قبره بنية وصاروا يزورون ويتبركون به، وكان هناك غيران يتبركون بها وأشجار وأحجار، الرجال والنساء، ولا أحد ينكر عليهم. وكان هناك صوفية اتحادية على مذهب ابن عربي في الرياض وفي الخارج، على مذهب الصوفية أهل وحدة الوجود، وهم معروفون فلان وفلان وفلان، ويعظمهم الناس ويدعون لهم أنهم أولياء، يدعون لهم الولاية والصلاح. هذا من الناحية الدينية. من الناحية السياسية كان أهل نجد متفرقين، كل قرية عليها حاكم وأمير، وكل قرية تغير على القرية الأخرى، والقوي يأكل الضعيف، حروب بينهم، همهم الاعتداء بعضهم على بعض. يسطو في هذه الليلة أهل هذه القرية على جيرانهم القرية الأخرى، يسطون عليهم بالليل، يحصل قتال ومداولات بين القرى، هذه حالتهم السياسية. الشيخ رحمه الله نشأ في هذا الجو وتعلم ما عند علماء أهل نجد من العلم، وكان لا يقتصر على دراسة الفقه، بل كان يدرس في التفسير وفي السيرة وفي علم الحديث وفي كتب شيخ الإسلام بن تيمية، يطالعها ويهتم بها ويستنسخها وينسخها بقلمه. ثم إنه أراد الرحلة في طلب العلم، فذهب إلى الحج، ذهب إلى الحج والتقى بعلماء في مكة جاءوا للحج، ثم ذهب إلى المدينة النبوية ووجد فيها علماء أجلة في الفقه، فأخذ عنهم وفي الحديث، أخذ في الفقه عن عالم المدينة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم والد صاحب عذب الفايض، صاحب العذب الفايض عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان أصله نجديا من أهل المجمع، واستوطن المدينة هو وابنه علماء، فأخذ عنهم في الفقه. وكان في المدينة عالم في الحديث اسمه محمد حياة السندي، المحدث المشهور صاحب الحواشي على كتب الحديث، فأخذ عنه علم الحديث وأجازه في علم الحديث. ثم جاء إلى بلده ولكن لم يرى الاقتصار
على ذلك بل ذهب إلى الأحساء وكان فيها علماء في الفقه على مختلف المذاهب الأربعة، مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية، كانت تزهر بالفقهاء، وكانت أيضا تزهر بالكتب والمخطوطات. ذهب إلى الأحساء وتتلمذ على علمائها، خصوصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي وابن فيروز الحنبلي محمد بن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب، واستنسخ من الكتب التي وجدها الشيء الكثير نسخها، فأخذ عنهم في علم الفقه أيضا، ونسخ كثيرا من الكتب التي وجدها وهو يحتاج إليها، ثم رحل إلى العراق في طلب العلم، والتقى فتضايقوا منه وهم بالهجوم عليه في الليل وتبييته في مرقده، لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه منه، فترك حريملة متوجها إلى العيينة بلده الأول، واستمر في الدعوة إلى الله، واتصل بالأمير أمير العيينة بن معمر وأقنعه الدعوة، فأيده وناصره وقام معه، وبدأ ينفذ الحدود بمؤازرة الأمير، وهدم القبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب بمؤازرة الأمير، ورجم زانية اعترفت بالزنا 4 مرات عنده، فرجمها كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية التي اعترفت عنده 4 مرات. أقام السنة وبدأ بإصلاح العقيدة. فلما علم أمير الأحساء بن عريعر بما قام به الشيخ في بلد العيينة، وكان ابن معمر له صلة بابن عريعر، وكان ابن عريعر يمده في المساعدات، فلما علم ابن عريعر بما قام به الشيخ كتب إلى ابن معمر أن يطرد هذا الشيخ المطوع، يسميه المطوع، يطرد هذا المطوع اللي بدأ يرجم النساء وبدأ وهدم القبة، قال تخرج هذا المطوع وإلا قطعت الراتب الذي أدفعه لك. فابن معمر استدعى الشيخ وقال له ما وصله من أمير الأحساء. الشيخ حاول إقناعه وأن يستمر في المناصرة ولا يخاف في الله لومة لائم، وأن الله سيمكنه في الأرض إذا قام بالدعوة إلى الله وناصر الدعوة. حاول إقناعه لكنه لم يقتنع لما في قلبه من الخوف من ابن عريعر أو للطمع الذي خاف أن يقطع عنه، فصمم على إخراج الشيخ. فعند ذلك خرج الشيخ ماشيا في وقت الظهيرة وحر الشمس، ماشيا إلى أين؟ إلى الدرعية، وكان أميرها الأمير محمد بن سعود. وصل إلى الدرعية مختفيا وحيدا جائعا عطشان حافي القدمين في وقت الحر، فدخل على تلميذ من تلاميذه يقال له بن سويلم في الدرعية، فلما رآه التلميذ خاف على نفسه خوفا شديدا، خاف من بطش محمد بن سعود، لأن الشيخ اشتهر أمره وتحاذره الناس. فلما رأى ما بقلب هذا التلميذ من الخوف سكنه وطمأنه وهدأ من روعه وجلس عنده في البيت. فلما سمعت امرأة الأمير محمد بن سعود بقدوم الشيخ، وكانت تحبه لما تسمع عنه من الخير والدعوة إلى الله، كانت تحبه، وكان أيضا من آل سعود من إخوة الأمير رجل يقال له ثنيان، أيضا هو ممن تأثر بدعوة الشيخ، فاتصلوا بالأمير المرأة وثنيان بن سعود، اتصلوا بالأمير محمد وأخبروه بقدوم الشيخ وأنه في بيت فلان، وأن هذا رزق ساقه الله لك
فاغتنم الفرصة، فإن هذا رزق ساقه الله لك. وهذا رجل عالم داعية إلى الله، ولا له هدف بأحد، وإنما هدفه إقامة الدين. فعند ذلك قبل الأمير محمد بن سعود أن يقابله الشيخ، قبل مقابلته، فقال دعوه يأتي إلي. قالت له زوجته لا، إلا أن تذهب إليه، وهذا عز لك وتأييد للشيخ، لأنك لو دعوته ربما يقول الناس استدعاه ليبطش به، ولكن إذا ذهبت إليه أنت فإن هذا مما يقوي جانب الشيخ ويدحض الأعداء. وهذا غنيمة لك وخطوات يكتبها الله لك. فاقتنع الأمير وذهب إلى الشيخ في بيت ابن سويلم، ذهب إليه وجلس معه، والشيخ شرح له دعوته، شرح له مقصوده. فعند ذلك اتفق على المناصرة، وأن الشيخ يبقى، وأن الأمير يبقى على إمارته، والشيخ يبقى على دعوته ورئاسته الدينية، وتبايع على ذلك، على نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والمؤازرة، هذا بالسلطة وهذا بالعلم، تبايع على ذلك. فقال الأمير محمد بن سعود لكن أريد أن أشترط عليك شرطا، أنا آخذ من الناس أشياء يعني ضرائب، ولا أريدك أن تمنعني من ذلك. فقال له الشيخ ربما إن الله يفتح لك من الرزق ما يغنيك عن هذا الأمر. فتمت البيعة بينهما. وقال أيضا أخشى أنك إذا نصر الله دعوتك أخشى أنك تخرج من بلدنا إلى بلد آخر. فعاهده الشيخ على أنه ما يخرج من بلده، أنه يبقى في بلده، وأن البلد بلدنا إلى الممات. فعند ذلك تمت البيعة بين الشيخ وبين الأمير على المناصرة والمؤازرة، هذا بسلطته وسلاحه، وهذا بعلمه ودعوته. عند ذلك جلس الشيخ للتدريس في الدرعية والدعوة إلى الله، وأقبلت عليه الطلبة من كل جهة لما وجد المكان اللائق، جاءوا إليه من كل بلد من بلدان النجد. ثم إن الشيخ كتب النصائح والرسائل إلى أهل نجد وإلى مختلف البلدان، يدعوهم إلى الله وينصحهم ويأمر أن تقرأ هذه النصائح في المساجد. ثم حصلت معارضات في بعض بلاد نجد لأنهم خشوا على إماراتهم ومراكزهم، فحصلت معارضات، فقام الجهاد في سبيل الله بين الدعوة وبين خصومها. فصار الأمير يجهز السرايا والجيوش تحت إشراف الشيخ ومشورته، فتغزو البلاد التي عندها معارضة أو عندها مخاصمة، حتى أسقط الله هذه البلاد بلدا تحت إمارة محمد بن سعود. وحتى صارت الدرعية عاصمة لبلاد نجد كلها، ودخلت كل البلاد تحت إمارته، بدل أن كان أميرا على قرية أصبح أميرا على مملكة. ثم استمر الشيخ في الدعوة والأمير محمد بن سعود الجهاد في سبيل الله، حتى توفي الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وخلفه ابنه عبد العزيز بن محمد تلميذ الشيخ، وكان عالما ذكيا وشابا قويا في الجهاد في سبيل الله، فأكمل ما بدأ به والده من الغزوات ونشر التوحيد حتى بلغت
مملكته إلى بادية الشام من جهة الشمال، وإلى بلاد اليمن من جهة الجنوب، وإلى بلاد عمان من جهة الشرق، واستولى على الحجاز وعلى مكة والمدينة، وصار واليا على الحرمين الشريفين. ثم توفي رحمه الله، قتله شيعي جاء من النجف، وأظهر أنه يطلب العلم ويريد التوحيد، وصار يجلس لطلب العلم، ثم في صلاة الفجر اعتدى على الأمير وطعنه. ونقل رحمه الله إلى قصره ومات على أثر هذه الطعنة، أشبه ما تكون بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قام من بعده ابنه سعود بن عبد العزيز، الشاب القوي المهيب الشجاع الهمام، فخلف والده وواصل الجهاد والدعوة، وامتدت ولايته على غالب الجزيرة العربية، وانتشر التوحيد وأمنت السبل، وذهبت الأحقاد وتصافت القلوب، وحصل خير كثير. ثم توفي الشيخ رحمه الله في عام 1206 سنين، توفي الشيخ رحمه الله بعد أن طال عمره في الدعوة والعلم والخير، وبعد أن قرت عينه بنجاح دعوته وبلوغ ما قصد إليه من نشر دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وكان طيلة هذه المدة من بدأ الدعوة إلى أن توفي وهو يكتب الرسائل والنصائح ويؤلف الكتب، ولكنه رحمه الله كان لا يكتب إلا فيما يرى أن الناس بحاجة إليه، ومن ذلك هذه الرسالة التي معنا، التي هي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن هذه المسائل منتشرة في عصره في بلاد نجد وغيرها، فهو يريد أن يحذر منها وأن ينبه عليها، وهي مسائل تبلغ 129 مسألة. جمعها من مختلف المصادر ودونها من أجل التنبيه عليها، لأنها مسائل خطيرة. وكانت يعني مسائل مختصرة، فقيض الله لها الشيخ محمود شكري الألوسي البغدادي، الذي كان عالم العراق في وقته، وكان معاصرا لأول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فشرح هذه المسائل وبسطها وزادها إيضاحا. هذه هي المسائل التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا علمه وتحصيله ودرايته، وما من الله عليه بالرواية والدراية، فكان عالما متضلعا في الحديث والتفسير والفقه، وأخذ العلم عن أئمة وعن علماء في مختلف البلاد. وليس الشأن في كثرة العلم، الشأن في العمل، فالعلم القليل ينفع الله به كثيرا إذا عمل به صاحبه ودعا إلى الله، والعلم الكثير إذا لم يستعمل ولم يعمل به صاحبه فإنه لا بركة فيه ولا يثمر شيئا. ولهذا شبه الله العلماء الذين
لا يعملون بعلمهم ولا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم شبههم بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بل شبههم بالكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالحاصل أنه ليس المقصود كثرة العلم فقط، ولكن المقصود العمل والنفع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من تعلم العلم. لذلك جعل الله في علم هذا الشيخ البركة والخير، ولا يزال علمه ولله الحمد ينفع الناس وهو في قبره، كتبه ورسائله ومؤلفاته ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يأتي واحد متعالم ويحط من قدر الشيخ ويقول إنه مقلد وإنه جاهل بعلم الحديث إلى غير ذلك من المثالب، هذا من التعصب للنفس والهوى والعياذ بالله. الذي يتنقص الأفاضل ويحط من قدرهم هذا دليل على نقصانه هو. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فالحاصل أن هذا طرف من أخبار الشيخ رحمه الله ونشأته وتعلمه ورحلاته في العلم ومجهوداته، حتى يعلم الجميع ما لهذا العالم الجليل من الفضل والمكانة والبركة في علمه، وأن لا يتأثر بمن يتنقص الشيخ أو يتكلم فيه. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل، هذه حكمة. ليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل، الواجب على الإنسان أن يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم علمهم ولا يتنقصه، وهذا لا يرفعه. إذا تنقص الناس هذا ما يرفعه، وإنما هذا يحطه عند الله وعند خلقه. إذا تنقص الأفاضل وجحد مالهم من مجهودات وقلل من شأنهم فإن هذا يحطه ولا يحط الفاضل، بل الفاضل يرتفع. نعم. هذه مسائل. الشيخ رحمه الله ليس من الذين ينمقون الكلام الكثير والمقدمات ويأتون بحشو الكلام، وإنما يدخل في الموضوع على طول، لأن ما هو قصده تزويق الكلام وحذلقة الكلام والمقدمات الطويلة التي لا يستفيد منها طالب العلم والقارئ، وإنما هو يدخل في الموضوع مباشرة. فلذلك تجدونه ما وضع مقدمة الآن ولا مدح نفسه، وإنما دخل في الموضوع الذي يريده مباشرة. هذه مسائل من مسائل الجاهلية. المسائل هذه كما قلت لكم بلغت 129 مسألة، هي مختصرة ولكن إذا بسطت تحتمل مجلدات،
والهدف ليس هو التطويل، الهدف هو معرفة الحق، وكل ما اختصر الكلام فهو أحسن. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. أهل الجاهلية، الجاهلية المراد بها ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الناس، الجاهلية ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية. من الجهل وهو عدم العلم، لأنها فترة ليس فيها علم ولا علماء لسببين. السبب الأول دروس آثار الرسالات، اندرست آثار الرسالات، لأن بين موت المسيح عليه الصلاة بين رفع المسيح بين رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة، تسمى بالفترة، تسمى بزمن الفترة. فكانت آثار الرسالات قد اندرست ونسي أكثرها أو غالبها، ولا شك أن الناس كلما بعدوا عن آثار الرسالات فشى فيهم الجهل. والناحية الثانية أن العرب بالذات، العرب بالذات لم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، العرب من ذرية إسماعيل ولم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل. وأما بنو إسرائيل الذين هم من ذرية يعقوب عليه السلام، من ذرية إسحاق، فهؤلاء فيهم أنبياء كثيرون، آخرهم أولهم موسى عليه السلام وآخرهم المسيح عيسى بن مريم، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أولهم موسى كليم الله وآخرهم المسيح عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. أما العرب فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وقال تعالى: وما آتيناهم، يعني العرب، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، هذا في العرب. لذلك انتشرت الجاهلية، انتشرت الجاهلية خصوصا في بلاد العرب وبين العرب. فالجاهلية ما كان عليه الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، فبعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وبعث في قوم لم يأتهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لذلك وسموا بالجاهلية. الجاهلية ضد العلم، والمراد الجهل بالعلم الشرعي، أما العلوم الدنيوية فهذه لا تسمى علما، وصاحبها لا يسمى عالما إلا بقيد، يقال عالم كذا وكذا، عالم هندسة، عالم كيمياء، عالم حساب. أما العالم إذا أطلق فالمراد به عالم الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدحه الله سبحانه وتعالى، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. أما علماء الدنيا فغالبهم لا يعرفون الله، أو أغلبهم ملاحدة ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الجاهلية، وهي الجاهلية العامة. وهذه انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء الله بالعلم والنور والهدى،
ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. فهذا الدين ولله الحمد، وهذا العلم يبقى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. أما الجاهلية الفردية والجاهلية الجزئية فقد تبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلاد، يبقى شيء من الجاهليات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما في الناس من أمور الجاهلية لا يدعونهما، طعن في الأنساب والفخر بالأحساب. وكذلك علم التنجيم هذا من أمور الجاهلية، ويكون في بعض الأشخاص شيء من الجاهلية. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية الجزئية تبقى في بعض الناس، بعض الأفراد، أو في بعض البلاد، أو في بعض القبائل، أو حتى في بعض الدول. لكن الجاهلية العامة انتهت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذي يقول إن الناس في جاهلية هذا غلطان، ما هم كل الناس في جاهلية. بعض الناس نعم، بعض الناس يكون في جاهلية، لكن يعم الناس كلهم ويقول الناس في جاهلية هذا خطأ كبير، وهذا جحود، جحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يعتقد ذلك ولو لم يعلم ذلك، لكن هو جحود. فلا يعمم بالجاهلية على جميع الناس، هذا أمر لا يجوز، يجب التنبه لذلك. فرق بين الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. نعم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا على أمور عظيمة من المخالفات للشرائع السماوية، لما ذكرت لكم أمرين. الأمر الأول اندراس آثار الرسالات القديمة، والأمر الثاني أن العرب لم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد طال العهد. نعم. وكان في الأول أهل الكتاب هم الذين يسودون العالم بعلمهم، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار المسلمون هم الذين يسودون العالم ولله الحمد بالعلم والحكمة والجهاد والدعوة. فالعلم صار في المسلمين ولله الحمد، وهذا الذي أوغر صدور اليهود والنصارى على المسلمين، هذا الذي أوغر صدورهم. نعم. الكتابيين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سموا بالكتابيين لأن الله أنزل عليهم كتابين عظيمين. الأول التوراة التي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وهي كتاب عظيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، ولكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل على أيدي أحبارهم ورهبانهم، لأن الله استحفظهم عليها ألم يحفظوها. أما القرآن الكريم فإن الله لم يكل حفظه إلى أحد، بل تكفل به هو سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتاب الثاني الإنجيل الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو مكمل للتوراة، مكمل للتوراة، والأصل التوراة،
ولهذا يسمونها بالأسفار القديمة، والإنجيل يسمونه بالأسفار الجديدة. نعم. أما الأميون المراد بهم الأم جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه سبحانه وتعالى، وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فالأميون ليس لهم كتاب قبل القرآن، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالأميون ليس لهم كتاب، سموا بالأميين لأنهم ليس لهم كتاب في مقابل الكتابيين. نعم. ولاحظوا أن الجاهلية ما هي خاصة بالأميين، حتى أهل الكتاب عمتهم الجاهلين، ولهذا قال الشيخ من الكتابيين والأميين. فالجاهلية شملت أهل الكتاب لأنهم حرفوا كتابهم وضيعوا، فأضاعهم الله سبحانه وتعالى، فشت فيهم الجاهلية. نعم. نعم نعم، هذه مهمة جدا، لا غنى لمسلم عن معرفة هذه المسائل. ما يقول واحد أنا وش بها المسائل هذه، يقول إذا ما عرفتها ما عرفت الجاهلية، وإذا لم تعرف الجاهلية وقعت فيها. فلا بد أن الإنسان يعرف الشر كما يعرف الخير، ما يقتصر على معرفة الخير فقط، لا، بل لا بد أن يعرف الشر أيضا من أجل أن يتجنبه، وإلا فإنه يدخل عليه وهو لا يدري، بل ربما يظنه خيرا وحقا. ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا يقول أمير المؤمنين فيما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. شوفوا الحكمة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا كنت ما تعرف الشيء وقعت فيه وأنت ما تدري، أو ربما تظنه خيرا أو يزين لك ويحسن لك، لكن إذا عرفت الجاهلية فإنه لا يروج عليك هذا الباطل. نعم نعم. مما لا غنى، لا غنى لمسلم، فلا يقول واحد أنا بتعلم الخير فقط، ولا له داعي أن يتعلم ما هو الشرك وما هو النفاق وما هو الكفر، وأنا مسلم وأنا أتعلم الخير فقط. نقول له يا مسكين، إذا ما تعلمت الكفر والشرك والنفاق وعرفت مداخل الشيطان فإنك تقع فيها وأنت لا تدري. نعم. الآن فيه بعض الجهال وبعض المغرضين يقولون: شو له تعلمون أولادكم وتعلمون الناس أمور الشرك، هم مشركين، هم موحدون، ليش تعلمونهم الشرك والكفر والنفاق والأمور التي تخالف الحق؟ نقول لهم: نعلمهم إياها لتحصينهم، من باب التحصين. أليس الأطباء يعطون الناس جرعات عن بعض الأمراض المعدية، يقولون هذه ليش؟ ها؟ تحصين والوقاية. فأولى أن نعطي شبابنا وطلابنا التحصين والوقاية من هذه الشرور التي هي أشد فتك من الأمراض الجسمية المعدية. نعم. هذه حكمة، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ما يعرف الظلام إلا ما يعرف النور، ما يعرف الظلام إلا من كان في نور وذهب عنه النور، ولا يعرف الصحة إلا من وقع في المرض يعرف قدر الصحة، ولا يعرف قدر الماء إلا من عطش واحتاج إلى الماء، ولا يعرف قدر الطعام إلا من جاع
أضداد، ولا يعرف الليل إلا من عرف النهار. جعل الله الأشياء أضدادا يبين بعضها بعضا، فلا بد من معرفة الأضداد حتى تتجنبها وتعرف حسن أضدادها. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. فالإسلام يظهر حسنه معرفة أمور الجاهلية، فإذا عرفت أمور الجاهلية عرفت فضل الإسلام وعرفت ميزة الإسلام. نعم. أشد ما في أمور الجاهلية من الخطر عدم إيمان القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه أهل الجاهلية في جحودهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخطر شيء، أخطر شيء جحود الرسالة. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. إذا الإنسان مدح ما عليه أهل الجاهلية وهو لا يؤمن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالإسلام، تمت خسارته والعياذ بالله، لأنه جمع بين الكفر والجاهلية وأمور الجاهلية. نعم. كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. والذين آمنوا بالباطل، هذه الجاهلية، وكفروا بالله، هذا الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر بالرسول كفر بالمرسل، كفر بالرسول كفر بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أولئك هم الخاسرون، حصر الخسارة فيهم. نعم. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. الشرك ليس محصورا على عبادة الأصنام والتماثيل، هذا شرك بلا شك، ولكن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان صنما وتمثالا أو كان قبرا أو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا من الصالحين. فالشرك هو عبادة غير الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كائنا من كان، لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للصالحين والأولياء، هذا هو الشرك. في الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين، يعني كانوا في الجاهلية كما بيّن الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع، كانوا في الجاهلية متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، كحالة النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام، اتخذوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. الملائكة عبدت، والأنبياء عبدت، والأولياء والصالحون عبدوا. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام كما يقول بعض الجهال أو المعاندين. من أراد أن يطلع على تنوع معبودات المشركين فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني، تجد يعني
عجائب من تفرق الناس في معبوداتهم من دون الله عز وجل. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، وإنما يشمل عبادة الصالحين، وكان هذا من أمور الجاهلين، قد ذكره الله جل وعلا بقوله في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون نحن نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون، ولكن هم رجال صالحون لهم مكانة عند الله، ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يكونون وسطا بيننا وبين الله. كما أن الإنسان إذا كان له حاجة عند مخلوق من ملك أو رئيس أو ذي مكانة، وهذا الملك أو هذا الرئيس لا يعرفه، فإنه يتقدم إليه بواسطة تشفع له عنده. فقاسوا الله جل وعلا على خلقه، فقالوا نتخذ مع الله الوسائط، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سمى الله ذلك شركا وعبادة، قال ويعبدون من دون الله، سمى هذا التشفع سماه شركا وعبادة من دون الله. هذا في آية يونس. وفي سورة الزمر قول سبحانه: والذين ألا لله الدين الخالص، يعني أن الله لا يقبل إلا الدين الخالص. الخالص من أي شيء؟ من الشرك. فالدين المخلوق بالشرك لا يقبله الله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا، ما قالوا نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، بل لشيء واحد، أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وسائط، شفعاء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قصدهم وهذا مرادهم. فدل على أن من اتخذ شفيعا أو واسطة بينه وبين الله أن هذا هو شرك الأولين وشرك الجاهلية. الشيخ رحمه الله بدأ في الأهم فالمهم، كما بدأت الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول ما يبدأون بإنكار الشرك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتدرجون إلى ما بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا لما بعثه إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. شوف، قدم الدعوة إلى التوحيد على الدعوة للصلاة، لأن الصلاة ما فيها فائدة مع عدم التوحيد. لو يصلي الإنسان الليل والنهار وهو يشرك بالله ما نفعت الصلاة، لا بد يبني على أساس أولا. فيبدأ الدعاة بإنكار الشرك أولا. أما أمور الزنا وأمور العري وأمور فهذه وإن كانت عظائم وقبائح لكنها أخف من الشرك. وحتى لو ترك الناس الزنا وتركوا العري ولزموا الحجاب وتركوا الربا، لكن لم يتركوا الشرك فلا فائدة، لا فائدة في ذلك. الشرك أخطر شيء، ما دام الشرك موجودا فلا حياة معه. هذا الذي بدأ به الشرك، أول ما يبدأ بالشرك. نعم. وأما بقية السؤال وكيف تزال القبور وكيف
لاحظوا ماذا عمل الشيخ رحمه الله، ما راح للقبور وأزالها على طول، وإنما أزالها بالسلطة، فهو اتصل بالوالي ودعاه إلى الله وأقنعه، فلما اقتنع الوالي أزال القبور. فالواجب دعوة الولاة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن، لعل الله أن يهدي منهم من يظهر الحق على يديه وينتصر الحق على يديه. فإزالة القبور والأضرحة هذه ليست مسائل فردية، لأن الإنسان لو أزالها بيده لازم فتنة أشد، فلا بد من إيجاد سلطة تزيل هذه، وذلك بالاتصال بالسلطات، وإن كانت السلطات في الأول غير جادة وعلى غير ما نيأس، نصلبهم وندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما فعل الشيخ رحمه الله مع أمير العيينة أولا، ثم مع الأمير محمد بن سعود رحمهم الله جميعا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة وليس له سلطة، كانت اللات والعزى ومنات، وكانت الأصنام على الكعبة وفوق الصفا والمروة، ولا يتعرض لها، ما بيد السلطة. لكن لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار على وبايعه المهاجرون والأنصار على الجهاد في سبيل الله، صار له سلطة. فلما فتح مكة هزال الأصنام وكسرها وأحرقها بالسلطة التي أعطاه الله إياها. نعم. ما هدم القباب بنفسه ولا رجم بنفسه، وإنما بالسلطة بعد الدعوة إلى الله، بعد ما أقنع الوالي كما ذكرت في الجواب الأول، لا نيأس من أن يهدي الله أحدا من ولاة الأمور. فالعلى الدعاة أنهم يتصلون بولاة الأمور ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون لهم، ولا ييأسون، لا ييأسون، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إننا نعتزل ونسب الولاة على رؤوس الأشهاد ونخاصمهم، هذا يحدث فتنة، لا بد نتصل بهم، ولا بد نصحهم، ولا بد نعظهم بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نبيان كريمان مع جبار يدعي الربوبية، يقول الله لهما فقولا له قولا لينا، قولا له مباشرة بينك وبينه، وهو في مكان آخر تسبونه وتشنعون عليه هذا يحصل فتنة أشد، لكن قولا له قولا لينا، ما في غلظة ولا شدة تنفر. لا بد من اتباع منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا ما تنجح الدعوة مهما كانت، بل هي تعب بلا فاية. نعم. كيف متزامنا معرفة الشر بدراسة مسائله وتفاصيله وأسبابه حتى يعرف ويتضح؟ نعم. الله
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته تنتهي عند حدوث هذا الأمر، وهو إذا أرسل الله الريح وقبضت أرواح المؤمنين، حينئذ ما بقي إلا قيام الساعة ونهاية الدنيا. نعم. أنتم معذورون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما تستطيعون فأنتم معذورون، قوموا بما تستطيعون من تعليم الناس وإرشاد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم التنفير. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقوموا بما تستطيعون، هذا واجبكم. ولا يؤاخذكم الله على الشيء الذي لا تستطيعونه. نعم. نحن الحمد لله لا يجوز مسح اسم الشيخ، وهذا تصرف سيء، مسح المؤلف، مسح اسمه عن المؤلف هذا لا يجوز، بل يبقى والحمد لله من قبل فالخير له، ومن لم يقبل فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا هو اللي يظلهم اسم الشيخ، وإنما الذي يظلهم هو الشيطان والهوى. فهذه الظاهرة وهي مسح اسم الشيخ، يقولون محمد التميمي، هذا غلط كبير، ما يمسح اسم المؤلف عن مؤلفه، ولا هذا يفتح باب للتصرف في الكتب أيضا، تصرف في كتب السلف وحذف أسماءهم منها وحذف كلام بعض كلامهم الذي يرى الحاذف إنه ينفر أو ما أشبه ذلك، فلا نتصرف فيه، هذه خيانة علمية. يبقى اسم الشيخ على مؤلفه، ومن قبل الحق فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجة. والشيخ ما جاب كلام من عنده، يقول قال الله قال رسوله قال أهل العلم، ما أتى بكلام من عنده وخالف فيه علماء المسلمين، بل هو ولله الحمد على جادة علماء السلف الصالح. نعم. إن كان سبهم من أجل عقيدتهم فهذا يخل بالعقيدة، أما إن كان سبهم لغرض شخصي وحسد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، حتى عامة المسلمين، العوام من المسلمين حرام سبهم أو شتمهم، المسلم حرام دمه، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فكيف بالعلماء؟ العلماء أكبر حقا من العوام. ولما قال جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم يمزحون ويلعبون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أضخم بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير جدا، الذي يسب أهل العلم من أجل عقيدتهم الصحيحة ودعوتهم إلى الله هذا على خطر إنه يكون مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن كان يسبهم لحسد أو بغض نفسي هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
والله ما نعرف الترتيب الزمني، هو يؤلف رحمه الله على حسب حاجة الناس، ولكن يظهر أن أول ما ألف كتاب التوحيد، لأن حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في إحدى رسائله ذكر أنه ألفه في البصرة، يوم كان يطلب العلم في البصرة وجد الكتب هناك ووجد المصادر فجمع منها هذا المؤلف المبارك. هذا ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الله أعلم. تجدون في الرسالة اسمها المقامات، مقامات الدعوة، يعني مراحل الدعوة عند الشيخ رحمه الله. نعم. لا، البصرة فقط. اللي يقولون إنه راحل بغداد هذا غلط، هو في البصرة لأن هي مقر العلماء، وأراد أن يذهب من البصرة إلى الشام ولكنه لم يتمكن. لا، فيه كتاب الظاهر إن اللي مألف شيعي يمدح فيه الشيخ ويذمه، خالط المدح مع الذم، حين يمدح وحين يذم دس. ومن ذلك يقول إنه راح البلاد فارس وأنه تلقى الفلسفة على علماء فارس وأنه إلى آخره، كذب. نعم، هذا يريد به تشويه دعوة الشيخ وسيرة، اسمه لمع الشهاب في سيرة ابن عبد الوهاب. نعم. نعم. المسائل الموجودة معنا الآن 129 مسألة، الموجود معنا الآن 129. أنا أخبركم عن واقع موجود بأيدينا. نعم، فربما يكون ما ذكرت عن الشيخ عبد الرحمن إنه إما أنه سب قلم، قد يكون سب قلم أو يكون خطأ من الناس أو خطأ مطبعي، الله أعلم. الموجود معنا الآن 129 مسألة، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.